مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه السلسلة الرمضانية الخاصة من المسامح كريم. السلسلة هذه خاصة جدا، مثيرة، مشوقة، استثنائية بأتم معنى الكلمة. والضيف اللي اليوم باش نستقبله خطير وخطير جدا، نتحمل مسؤوليتي في هذا. هناك تنبيه يفرض نفسه عليا، الصغار ما تخليوهمش يتفرجوا، المريض اللي عنده القلب اللي أعصابه هشة ماذا بيه يرد باله ويكون حذر. باعث قناة حنا بعال يوصي ويعاود، وباعث القناة كيف يقول كلام كيما هكا ما يلعبش. نشكر باعث القناة اللي نبهنا. لحظات خطيرة وعسيرة، شخصية بطبيعة رهيبة، كلنا نحبوا نحكيوا معاها ونفركوا الرمانة معاها. خليكم تكتشفوا معايا المفاجأة ونستقبل ضيفي اللي كان خطير في المسامح كريم. سامحوني الراح راح، ماكو احلى من السماح، الله شاهد اني ما احسن زعلكم. احضني احضني حتى يصير فيا يستاهل شوية فيا. يسالش كيف ما شفتوا معايا، ضيفنا هو الرئيس المخلوع. بارك الله فيك يا عبد الرزاق، مخلوع باب بلا كوبة، اخلع وتعدى. احضر يسار فيا، اتفضل يا عبد الرزاق اتفضل. بن علي، انت جيت للمسامح كريم تحب تقول حاجة، شنو تحب تقول ولشكون ما يسالش؟ هات نسمعوك. الله يهلك من كان سبب حبيت نجي للبرنامج هذا اللي شفت فيه الشفافية والمصداقية. حبيت نطلب السماح من كل التونسيين والتونسيات ونقول لهم الأشياء اللي عملتها عن قصد وعن غير قصد. اليوم أنا نطلب السماح وإن شاء الله يسامحوني. باهي، معقول توا أنت جيت تطلب السماح من التوانسة وفريق البرنامج قام باستدعائهم الكل؟ هات نشوفوا شكون جاي اليوم باش يسمعك. نمشيوا لإكرام. إكرام مساء الخير. عبد الرزاق مرحبا بيك وبالسادة المشاهدين. ما نجمش نقول مرحبا بالضيف اللي معك على خاطر تعبت في جرتو وكليت البخس والإهانة. كيفاش؟ لا عاد تقوليش أهانك قبل ما يدخل، لا عاد مش حلو هك. ليس يا عبد الرزاق مش هو، أما اللي نمشي نستدعيه ما توينسا يفوح فيا ويسمعني خل وذنيا. أوف، السماح من الضيوف اللي كيما هكا، والله توينسا الكل كلاو لي وجهي. إذا تحب تقولي إكرام ما فما حد معاك اليوم؟ ليس يا عبد الرزاق، ما قبل حد يجي يسمع. ياس بن علي، هاك شفت، مع الأسف ما حب حد من التوانسة يجي يسمع. على كل حال، ها هي الكاميرا قدامك، هذه الكاميرا اللي على يميني، شوفها مليح، كلمهم، إيش تحب تقول لهم؟ نحب نقول لهم اللي غلطوني، وفما أشياء عن وعي وعن غير وعي، فما حاجات كبيرة ما يعرفوهاش التونسيين، أنا دوم نحب نوضحها لهم. وهاك تشوفوا خذيت الريسك وجيت من السعودية، رغم الريسك الكبير اللي نعرفه يستنى فيا، أنا جيت وبيناتنا فديت لا طلة لا باكو غلة لا شكون يجيني، حتى الأخرى قطعت، يا أحباني فديت. ربي سامحني، عندي سؤال خطير وخطير جدا يفرض نفسه، كيفاش جيت من السعودية لتونس؟ كيفاش وصلت؟ والله يا عبد الرزاق ما كانت سهلة جيان، يعني نبي يا ربي كيفاش دبرت غواصة من عند واحد سعودي من مخلفات حرب الخليج. حسبالي بصوم مناسب، ولكن فقت بعد اللي ناقصة دي مرور ما فماش. يا ماما ملا مخطط امبوسيبل. لا يا عبد الرزاق ولدي، نبداوش نطيحوا في القدر، ما تقوليش يا ماما. ايوه، على الاقل قولي يا بابا. شو يا ماما؟ خبيرة يا بابا بن علي. كمل الحكايه.
تماني رصات لي مشيت لليهودية متاع الرياض غادي ونلقى واحد صفاقسي قديم دبر لي دي مرار اما نزل علي نزلة مش نورمال حسبوا لي ب 12 مليار دي مرار ايه 12 مليار 12 مليار مش غالي اشنو هو غالية يا اخي خاسر حاجة ولا دفع حاجة من جيبي يعني تو بيناتنا كله من خير ربي وكوا المهم ركبنا دي مرار وخدمة الغواصة وخرجنا بها اما تقولوا راية تاع شر قديم تحطم بان في المياه متاع قطر يا والله حوال الحكاية مشوقة كيفاش عملت من قطر لهنا هذا ذي حاجة سهلة يا سراد تدي كنت القطر وصلت تونس يا رجل في عام آخر بيناتنا باش تلقاو طروط الدوحة تونس مباشرة سيدي وبلاد بياز ليش؟ بي لكن أنا عندي معلومات أنت في السعودية شبه ممنوع معناتها من السفر كيفاش الملك خلاك تخرج؟ كمان عاد فديت من مكلة العروس يا ولدي أكل الضحيات الكل متاع الحج يبعثهم لي لياني يا ولدي نقر الدم طلع لي الدم ولا تكلمت الملك قلت له عيب بعد شو تو تعرفني من الساحل ونحب الحوت ونحب كذا قال لي يا ولدي تحب تصطاد ما تصطاد وحدك احنا نصطاد وكل الغزال في تونس هذه الحوت والامور هذه ما نفهمهاش وليت فهمت شديتك الغواصه وقلت له يعني ماشي نصطاد ونعمل هكا عاد وبدل الاتجاه ونشد تونس وتعديت عليه بيناتنا مراوغ خطير انت حقا هكا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم ضيفنا يواصل معنا إلى اللقاء تصبحون على خير.